prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. Many more families are going to lose loved ones before that. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi. هي أزمة أنا أتصور أنها غير مسبوقة على مستوى العالم كله. وبالإجراءات اللي إحنا عملناها، إجراءات غير مسبوقة بصراحة. كانت إشادة رسمية من مدير منظمة الصحة العالمية اللي كتب تغريدة مخصوص عشان يشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبقى ان انا برضو اوجه الشكر كمان للقوات المسلحة. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند، لان الحفاظ على مقدرات مصر هو الهدف، ولان صحة وسلامة الشعب المصري هي الغاية الاسمى. كنا دائما في الموعد، نتحدى المخاطر ونجابه التحديات. أقسمنا أن تبقى مصر سالمة دائما. وقفنا على تمام الاستعداد والجاهزية لنتحمل المسؤولية في لحظة مفصلية يقف فيها المصريون شعبا وجيشا في وجه المحن والشدائد على قلب رجل واحد. واستنادا لخطط مدروسة تم التأكد من تأمين وتوفير الاحتياطيات الاستراتيجية من محاليل التطهير والتعقيم لكافة أجهزة الدولة لمعاونتها على تجاوز الأزمة. هكذا صارعت القوات المسلحة المصرية خطاها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعاونة أجهزة الدولة لتنفيذ المهام الوقائية والاستباقية حفاظاً على سلامة الشعب المصري في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والعالم بأسره. فقامت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة بإجراء عمليات التطهير والتعقيم للعديد من المنشآت والشوارع والميادين في أنحاء الجمهورية، وضمانا لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات التطهير والقضاء على الممارسات الاحتكارية، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بتوفيرها عبر المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر. وعلى ضوء مستجدات الأزمة، قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لأعمال المجابهة واستعداد كافة المستشفيات العسكرية لاستقبال العسكريين والمدنيين على حد سواء، مع تجهيز عدد 22 مستشفى عسكري بنطاق محافظات الجمهورية بطاقة 4000 سرير، وتجهيز غرف الرعاية المركزة بأطقمها الطبية وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي، وتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير عزل وغرف عمليات ورعاية مركزة يمكن الدفع بها في أي اتجاه طبقا للموقف. وتجهيز 1000 عربة إسعاف. علاوة على عدد من الأوتوبيسات المجهزة لنقل الحالة الحرجة.
زيادة القدرات الاستيعابية للمعامل المركزية للقوات المسلحة لتقديم خدمة التحاليل السريعة بطاقة تصل إلى 2200 عينة في اليوم، وكذا رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمعامل التحليل الميدانية المطورة، مع تنفيذ خطة تأهيل عاجلة للأطقم الطبية وأطقم التمريض، وكذا خريج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة لتقديم الدعم الصحي الكامل لوزارة الصحة في إطار خطة المجابهة. وفتح خطوط إنتاج جديدة للمسكات الطبية والبدل الواقية للأطقم المتعاملة مع إجراءات التطهير بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 100,000 ماسك، مع الاحتفاظ باحتياطي من المسكات يصل إلى 5,000,000 ماسك، كذلك إنتاج 1,000 بدلة واقية يومياً، وجاري الاستمرار في أعمال إنتاج البدل الواقية لتصل إلى 50,000 بدلة واقية. هذا بالإضافة إلى تجهيز دور ونوادي القوات المسلحة على مستوى الجمهورية للاستعداد لتنفيذ إجراءات العزل الصحي حال تطلب الأمر ذلك. كما تم وضع كافة إمكانيات إدارة المركبات وجهاز النقل العام للقوات المسلحة استعداداً لإخلاء العناصر المشتبه في إصابتها بالفيروس، مع دعم وسائل النقل بالدولة لزيادة طاقتها، وذلك من خلال توفير 1,000 أتوبيس و500 ميني باص، وتقليل كثافة المواطنين في وسائل النقل العام، مع إمكانية التعزيز من خلال الإسعاف الجوي الطائر للحالات الحرجة والطارئة من مختلف المحافظات. واستمراراً لدور هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة في تقديم القدرات الإدارية لصالح دعم القطاع المدني بالدولة، تم إعداد وتجهيز 1,000,000 حصة غذائية، وتجهيز احتياطيات استراتيجية من أصناف التعيينات تكفي القوات المسلحة، ومخزون لصالح الدولة يكفي 1,000,000 فرد لمدة 3 أشهر، مع استعداد 32 خط إنتاج خبز متحرك بطاقة تصل إلى 620,000 رغيف يومياً. هذا بالإضافة إلى إمكانيات مجمعات إنتاج الخبز للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، والتي تصل طاقتها إلى 500,000 رغيف يومياً، مع الاحتفاظ بكميات من الوقود بمستودعات الإمداد تكفي لتلبية مطالب الدولة لمواجهة الأزمة لمدة 10 أيام، وتجهيز احتياطي من طاقات النقل من فناطيس المياه وعربات النقل الثقيل وعربات الوقود ومعدات الشحن والتفريغ، مع تطويع عربات الإطفاء ووحدات طرد الهواء العملاقة للتعاون مع عناصر الحرب الكيميائية لاستخدامها في أعمال التطهير والتعقيم. كذا استعداد عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم في إطار معاونة أجهزة الدولة في خطة المجابهة من خلال إدارتها التخصصية. كذا قيام الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية بالاستعداد والجاهزية لتفعيل إجراءات السيطرة على كافة التحركات وتأمين المدن والطرق الرئيسية ضد أي تهديد. واليوم تصطف عناصر من أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وإداراتها التخصصية، معلنة تمام الاستعداد والجاهزية وتحمل المسؤولية. تأهب لا تخطئه العين، واستعداد يؤكد أن لمصر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال متأهبون لحماية أمن مصر وسلامة شعبها العظيم.
مهما كانت التضحيات. هكذا يبقى المصريون شعبا وجيشا في رباط إلى يوم الدين.